الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برسول الله نستغيث، برحمتك نستغيث، رسول الله رحمتك فبرحمتك نستغيث. يا رب العالمين، أن تصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله يا رب العالمين، ببركة هذه الليلة المباركة في الشهر المبارك، وببركة كل مسلم يذكرك، وكل مسلم يطوف ويسعى ويتلو القرآن ويدعو ويبتهل يا رب العالمين، ببركة هؤلاء هذه الأمة المكرمة، انسبنا إليهم يا رب العالمين، واجعلنا للمتقين إماما بفضلك يا رب العالمين. أجبر كسرنا واغفر ذنبنا وارحمنا وارحم والدينا ووالدي والدينا، واحمنا في ذريتنا من هذه الأفكار إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احمنا وذريتنا من هذه الأفكار إلى يوم الدين، ونقي الأزهر الشريف من هذا الفكر العكر يا رب، نقيه من هذا الفكر العقل يا رب. علماء الأزهر، انزع من قلوبهم هذه الشبهات التي علقت في قلوبهم من هذا الفكر العكر يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا قريب يا مجيب يا الله يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا من أهل ليلة القدر في هذا العام وكل عام يا رب العالمين، مفتقرين لرحمتك، نسألك من فضلك العظيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي القاهري، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين. الحديث 37 بعد 100، حديث عدم الاتكال على العمل، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفير. ردف النبي يعني يركب خلف النبي على نفس الحمار، وكان لا يركب الحمار إلا أهل التواضع في زمن النبي، يعني الحمار ركوبة المتواضعين الفقراء، والنبي أغنى الخلق وعنده من الأفراس ما يركب ما شاء، وعنده من الجمال والنوق ما يركب ما شاء، إلا أنه كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم تواضعا. فكان يقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وكان لا يحب التباهي بزينة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت الدنيا كلها في يده إلا أنه كان يأباها صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا معاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا بي شيئا. شوف حاجتين: يعبدوه ولا يشركوا بي شيئا، لا يشركوا بي شيئا يعني ده الإيمان، ويعبدوه ده الإسلام، يبقى لازم يجمع الاثنين، يعبدوه ولا يشركوا بي. طب افرض واحد آمن لم يشرك بالله لكن لم يعبده، يبقى عمل ايه؟ لا يمنع من دخول النار لكن يمنع من الخلود فيها، قد يدخل النار لأنه لم يطيع، لكن دخوله النار إيمانه يمانع من الخلود في النار. يبقى التوحيد فقط والإيمان فقط دون عمل لا يمنع من دخول النار لكن يمنع من الخلود فيها، لكن المانع من دخول النار الاثنين. فهمت ازاي؟ تعبده وتؤمن بيه، توحده الاثنين عشان ما تدخلش النار اصلا، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يبقى ايمان واسلام،
شريعة وحقيقة. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، عذاب الخلود بقى، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، دل على أن هناك بعض العلم يضر الناس. في بعض العلم عند بعض الناس لو سمعوه يفهموه على عكس المراد، يقوموا ينضروا، فقلته أحسن. مش كل العلم مفيد، العلم مفيد لأهل العلم، إنما لو ما كانش مؤهل للعلم قد تضره بإنك تعلمه، فسيبه كده ما تعرفوش. يعني في واحد مثلا مواظب على الصلاة مثلا بطريقة معينة كويسة جميلة، ورثها كده من أبوه، يسبح رب 3 تسبيحات ويقرأ سورة بعد كل فتحة ويتوضى ويحسن مش عارف إيه، لو جيت علمته إن المضمضة سنة يقول لك يعني السنة مش مهمة، يجي يتوضى من غير مضمضة، ويجي اما يصلي قراءه السوره سنه، يروح تارك قراءه السوره، يقوم يضر نفسه بالعلم لانه شايف هو فاهم ان السنه يعني غير ضروريه، يقوم يتركها. يبقى ده العلم دي ضرر، سيبه ده ما تعلموش، خليه يصلي زي ما هي ما عارف وخلصنا، سيبه كده اهو على. لكن في واحد تاني اما يعرف ان دي سنه يتمسك بها اكتر لشرف السنه في قلبه، لكن التاني متصور عشان السنة لا عقوبة لتاركها يبقى هو بيعبد علشان العقوبة مش بيعبد لشرف العبادة. فاللي مش فاهم هذا المعنى العلم يضره، فهمت بقى؟ عشان كده ده هو ده علم. النبي مش بيقول لسيدنا معاذ علم؟ قال له طب اخبر الناس يا رسول الله، قال له لا يتكلوا، ممكن ينضروا، يعني قد يتركوا العمل ويكتفوا بالإيمان. طالما الإيمان بقى هيكفيني من العذاب، ما أصله مش فاهمين إن الإيمان يكفيك من العذاب الموجب للخلود مش مطلق العذاب. جهله يخليه يفتكر نفسه إنه إيه، إنه ناجي من مطلق العذاب، والحديث ما بيقولش كده، ده يحميه من الخلود لكن لا يحميه من دخول النار، فهمت إزاي؟ فلو سمعوا الجاهل يفهم منه على عكس مراد الشارع. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه، لا افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا العمل ويكتفوا بايه، بحقيقه الايمان في قلبهم ويتركوا العمل. طب ما كده مش هو ده مقصود الحديث، لان الحديث بيقول ايه، ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء. شفت هو نسي بقى ايه حكايه يعبدوه ولا يشركوا، ففهم ان في الاخر حق الله الا يعذبه، نسي حكايه يعبدوه، قال طالما انا مش بشوف بالله شيئا يبقى خلاص مش مشكله بقى، يقوم يقصر في العباده يقوم يدخل النار. يبقى فهم الحديث بضرر، ما فهمش الحديث بفائده. يبقى في من العلم ما يقتل، في من العلم ما يضر. ليست كل الحقائق تعرض على كل الناس، بل بعض الحقائق تضر بعض الناس، فهمت بقى المساله؟ كل ده يدلك على هذا المعنى. ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين المحققين لا يعذبون، والكلام عليه من وجوه. الأول فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، إذ أنه في الفضل حيث هو، وكان يركب هو وغيره على دابة واحدة. الوجه الثاني فيه دليل على جواز ركوب 2 على دابة واحدة إذا كانت مطيقة لذلك. الوجه الثالث فيه دليل على أن صاحب الدابة أولى بمقدمها، لأن هذه الدابة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مقدمها. الوجه الرابع فيه دليل على جواز تسمية البهائم، لأن هذه الدابة سميت بالعفير، وكذلك سميت الناقة أيضا بالعضباء، كان النبي يسمي كل حاجة، حتى السيف يسميه، حتى الكوب اللي يشرب بيه يسميه، كل حاجة يسميها النبي، يطلق عليها اسم صلى الله عليه وسلم. كان عنده حمار اسمه عفير وحمار تاني اسمه جلجل. جلجل ده اللي جاله هدية من مصر عشان مركب له جلاجل يمشي جلجل، فسمى جلجل صلى الله عليه وسلم. أصل أهل مصر يحبوا الحاجات إيه الفريحي كده طول عمره، فبعتوا له حمار هدية من مقوقس مصر مجلجل، فمشي جلجل، فندم بيسمى جلجل، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. طول عمر المصريين يحبوا الجلجلة. لكن ده بقى عفير لانه الحمار ده كان بيعفر على المنافقين وهو ماشي، يجي عند ايه المنافقين وهي قاعده، سبحان الله حمار عنده بصيره
اول ما الاقي جموع المنافقين قاعدين اروح معفر عليهم كده. فسمي عفير لانه بيعفر عليهم. الدواب اللي مسها النبي دي مش دواب عاديه، دي حاجه مكرمه. عارف عفير ده رفض ان حد يركبه بعد وفاه النبي، يعني حمار عنده فهم، ما حدش يركبه خالص. وبعدين واحد من الحمارين دول انتحر، رمى نفسه في البير بعد وفاه النبي. شفت قد ايه؟ والتاني فضل ما حدش يركبه خالص بعد وفاه النبي لحد ما كبر، وبقوا ايه يبلوله حتى الاكل بتاعه لحد ما اسنانه اتكسرت وبعدين مات. ليه؟ ورفض ان هو يؤدي خدمه لاحد لغير النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس ان كل ما لمسه النبي له قدر. الوجه الخامس قوله عليه السلام يا معاذ، فيه دليل على ان ترك الكنايه في الاسماء افضل، وسياتي لهذا زياده بيان في حديث الاسراء ان شاء الله تعالى. وقد تجوز الكنايه باضافه الرجل لولده وما اشبه ذلك، لان العرب كانت تكني بذلك ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنى عليه السلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بابي تراب. وانما الكنايه التي لا تجوز هي ما احدث اليوم من التسميه بالدين، فذلك لا يسوغ. يعني يسميه شمس الدين، بهاء الدين، وهو خراب الدين. يعني واحد يكون علماني وابوه مسميه بهاء الدين، طب بهاء الدين ايه؟ ده خراب الدين يا ابني. فعلشان كده ايه التكنيه اللي هي التسميه بالدين، نور الدين، شمس الدين، كل ده لا يسوغ عند كثير من العلماء، وده مذهب مين؟ سيدنا ابي جمر. ويسوغ عند غيرهم، يبقى ده امر خلافي بين العلماء. فهمت؟ العلماء تعرفوا ان كل من اسمه محمد نسميه شمس الدين، كل اللي اسمه احمد نسميه شهاب الدين، كل اللي اسمه علي نسميه نور الدين. تعارف العلماء كده، بس ما وافقهمش طائفه اخرى من العلماء. قالوا لا، لان انت كده بتزكيه، وربنا بيقول ولا تزكوا انفسك هو اعلم بمن يتقى، والنبي كان لا يحب الاسماء التي فيها تزكيه لصاحبها. فهمت؟ يبقى ده وجهتين نظر في ايه عند فقهاء المسلمين. فلذلك لا يسوغ، لانه يكون كذب، والكاذب متعمدا عليه من الوعيد ما قد علم من قواعد الشرع. هو النبي يسوغ مذهبه يعني، وما جاء فيه بالنص. لكن العلماء التانيين يردوا عليه ويقول لك لا، ده احنا بنسميه كده تفاؤلا، واخد بالك، واستبشارا، ولا نقصد ادعاء. فهمت؟ فكل واحد ليه وجهه يعني من العلماء. وما جاء فيه بالنص وان كان ما قيل فيه حقا فاقل ما يكون مكروها لمخالفه السنه في ذلك. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية رضي الله عنها، فوجد اسمها برة. اسمها ايه؟ برة، لأن برة تبقى أمحاية، برة يعني أمحاية، جاي من البر، لكن برة من البر، فلقاها اسمها ايه؟ برة. فكره ذلك الاسم وقال لا تزكوا أنفسكم، ثم رد اسمها وقال لا، أنت جويرية ولست برة. ولو كانت الكناية بذلك سائغة لكان السلف رضوان الله عليهم أحق من يتسمون بذلك، إذ أنهم شموس الهدى وأنوار الظلم، وبهم أقام الله دينه القويم. كل ده بيسوغ إيه لمذهبه؟ بعدم جواز إيه شمس الدين، بهاء الدين، نور الدين، شهاب، وهكذا. الوجه السادس فيه دليل على جواز الكلام على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم معاذ وهو على الدابة. الوجه السابع فيه دليل على جواز كلام الرجل مع أخيه وهو مدبر عنه، يعني مديله ظهره بوجهه، إذا كان ذلك لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم معاذا وهو غير مقابل له بوجهه لضرورة الركوب الذي كان على الدابة معا. الوجه الثامن فيه دليل على الاستفهام للمتعلم وإن كان يعلم أنه لا يعلم في ذلك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا رسول الله بيسأل معاذ في حاجة هو مش عارفها علشان يعلمه. فهمت؟ يبقى دي طريقة من طرق التعليم، إنك تسأله سؤال الأول علشان يقول طب هو إيه الإجابة؟ يقوم يبقى مشتاق يسمعها، يقوم دي كأنها استحضار الانتباه، يعني من ضمن وسائل التعليم التي تجعل التلميذ عنده يعني همة في سماع وانتباه لسماع الإجابة.
فيه دليل على استفهام للمتعلم وإن كان يعلم أنه لا يعلم في ذلك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم معاذا فيما أراد أن يلقي إليه، بيقول له يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هو النبي يعلم أن معاذ لا يدري. ده بيسأله كده علشان إيه؟ لأنه خد بالك أنهم ماشيين في الطريق والطريق فيه تشويش، فيريد أنه هو يخرجه من تشويش الطريق ويركز مع النبي عشان لما يديله علم يحفظه صلى الله عليه وسلم. استفهم معاذا فيما أراد أن يلقي إليه وحينئذ ألقى إليه. والمعنى في ذلك أن المتعلم إذا استفهم ولم يكن له علم بما يلقي إليه يصغي إذاك، أن المتعلم إذا استفهم ولم يكن له علم بما يلقى إليه يصغي إذاك لما يقال ويأخذه بأهبة، فيكون أسرع في التعليم وأحد للذهن. فحق المدرسين يتعلموا كيف يدرسوا للطلبة بالوسائل المختلفة، اللي النبي علم الناس بوسائل كثيرة. قوله الله ورسوله أعلم يرد عليه سؤال، وهو أن يقال ما الحكمة في جوابه بقوله الله ورسوله أعلم؟ والجواب من وجوه، الوجه الأول أن يكون على طريق الأدب، كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذه وهم عارفين أنها مكة، يوم يقول له إيه؟ يقول له الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأنه ربما يريد أن يسميها بغير اسمه. فيبقى لما يجي العالم يسألك حاجة واضحة، واخد بالك، الأحسن أنك أنت تنتظر منه ربما يريد أن يعطيك زيادة علم. الوجه الثاني لعل أن يكون في الأمر زيادة، يعني في علم زائد. الوجه الثالث التبرك بسمعه من النبي، يعني حتى لو قال لك المعلومة اللي انت عارفها يكفي انك انت تاخدها بإسناد متصل سماعا، ده في حد ذاتها زيادة علم. حتى لو قال لك اللي انت عارفه، بس ما تسمعها من فم النبي او من فم الشيخ، غير اما تبقى متلقيها من صحيفة جريدة كنت قرأتها من زمان. فهمت ازاي؟ لا، فرق كبير بين العلم المتصل والعلم اللي جاي لك عن طريق صحف. التبرك بسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه من الفقه أن السؤال إذا كان محتملا لما يعلمه الشخص، فإن كان السائل له أرفع منه في العلم أو الحال رد بدل الجواب سؤالا ليحصل له بذلك زيادة حكم. يعني لو كان اللي بيسألك في مرتبة أعلى منك في العلم، يبقى الأحسن ما تجاوبش لأنه عايز يزودك علم. طب لو كان اللي بيسألك في مرتبة أدنى منك في العلم، يبقى جاوبه حتى لا تكتم علما. فهمت؟ يبقى حكاية على حسب المرتبة. وإن كان دونه يفصح له لأنه طلب يريد يدل على تعليم فيعلمه، ولا يحل له التجاهل لأنه يدخل تحت من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود. الوجه العاشر قوله عليه السلام هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حق الله على عباده وحق العباد على الله صفتان متغيرتان. فحق الله على عباده حق واجب حتم. لما يبقى حق الله على عباده ده حق واجب علينا، لكن حق الله بقى حق العباد على الله ده تفضل. فهم؟ يبقى الحق إذا نسب بين العبد وربه من جهة الله تفضل، ومن جهة العبد وجوب. فهمت بقى؟ لانفكاك للعبد عنه. وحق العباد على الله حق تفضل وامتنان، لا حق وجوب محتوم، لأن ذلك في حقه جل جلاله مستحيل. هو مين اللي حيوجب على الله؟ فهمت؟ فده مستحيل يبقى واجب حتم على الله، ده من محض التفضل والكرم. وفي دليل على أن الحق يطلق على ما كان من طريق الوجوب وعلى ما كان من طريق التفضل إذا علم المخاطب ذلك، ولا يجوز أن يطلق ذلك لمن لا يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك معاذا لكونه كان عالما بسياق الحديث، وما المراد منه لما تقرر عنده قبل من العلم الذي كان لديه، فأجمل له في الإخبار ومنع عليه السلام الإخبار به للغير. الغير مش فاهمين، فالنبي قال له ما تقولش الحديث ده، كأنه بيقول ما تقولش الحديث ده إلا للعلماء. فهمت؟ ما تقولش الحديث ده إلا للعلماء بس، لما يفهموا مواقع الكلام وترتيب الكلام. الوجه الحادي عشر فيه دليل على أن الجهل بالحق لا يسقطه إذا عمل موجبه، لأن المؤمن قد حصل لهم الحق بمقتضى ما أخبر بالعمل، ومنع عليه السلام إخبارهم بالحق الذي لهم. يعني أنت وأنت مش عارف ثواب ما تعمل
عدم علمك بثواب ما تعمل لا يحرمك من ثواب ما تعمل. بالضبط، عدم علمك بليلة القدر لا يحرمك من ثواب إحيائها لو أحييتها وأنت لا تعلم أنها ليلة القدر. فهمت إزاي؟ يعني لا يشترط أنك تعرف ثواب العمل حتى تاخد إيه ثوابه، بل إذا فعلت العمل أعطاك الله ثوابه حتى ولو لم تعلم ثواب هذا العمل. ودي برضو بشارة جميلة، لأن مش كل واحد عارف ثواب كل عبادة بيعملها. فهم؟ الوجه الثاني عشر فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر والاستدلال، وإن النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة. يعني أهل السنة بيقول لك إن المؤمن يكفيه أنه يسلم قلبه توحيدا لله واعترافا بنبوة النبي ولو ما عندوش أدلة نظرية على أن يثبت ما استسلم له وانقاد، خلافا للمعتزل وطائفة من أهل السنة يقول لك لا يقبل إيمان المقلد اللي هو ما يعرفش يدلل على إيمانه. دي طائفة من المعتزلة ومن أهل السنة، لكن الراجح أن الذي استسلم وانقاد دون النظر في الأدلة يقبله الله. لأن ممكن ناس عوام بسطاء بيقولوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويعيش عمره كله يصلي، لما تيجي تقول له إيه أدلة نبوة النبي، إيه أدلة، ما يعرفش يجاوب يتلعثم. دي مقبول، ده الراجح إن إيمانه مقبول، ولما يموت مسلم وإن شاء الله ناجي وياخد ثواب إيمانه. أدي المعنى كلامه. فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر والاستدلال، يعني انك انت تقر بالايمان قبل ما تعرف كيف استدل لما وصلت اليه. كويس؟ مين اللي بيصوت ده؟ مصحش. ربنا يشفي، بس كحه تخض شويه. وان النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحه. يبقى النظر والاستدلال ده شرط كمال للايمان وليس شرط صحه، فايمانه صحيح قبل ان ينظر. عشان كده النبي كان يقبل اسلام كل من قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يقعدش يعمل له اختبار توحيد ويقول لك توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد الصفات والافعال ومش عارف ايه الكلام بتاع ابن تيميه، كلام غريب الشكل. فاهم؟ لا، النبي كان يقبل اسلام كل من يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاه، يؤتي الزكاه، يقر بان القران كلام الله، يؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه والبعث والنشور والقدر، خلاص مسلم، خلاص مسلم يقبله. لا، ابن تيمية بقى ومن كان على بتاع لازم نقول له خد بالك التوحيد ثلاث أنواع، تسليس التوحيد، إزاي التوحيد هو مثلث؟ حاجة غريبة يعني، ده انت بالتسليس نقضت التوحيد. فهمت إزاي؟ فحاجة غريبة الشكل. واللي بيقولوا بالتسليس دول النصارى، مش بقول اب وام ومش عارف ايه وروح وحاجة كده بيقولوها كده، ان الله ثالث ثلاثة، مش بيقولوا الكلام التسليس ده؟ فاحنا هنرجع مثلثين زيهم؟ حاجة غريبة يعني. وده اللي بيعلموه لهم في كتبهم، توحيد ثلاث ايه حاجات ويا سلام، منبهرين بكلام ابن تيمية، وكأن ابن تيمية اكتشف التوحيد في القرن السابع الهجري، وكل اللي قبليه كانوا موحدين مش مكتشفين التوحيد على حقيقته، ولا الصحابة ولا جيل التابعين ولا في الآخر يقول لك احنا السلف. سلف ايه؟ سلف ايه؟ ده لو جسدنا أبو بكر ربنا أحياه وعرضنا عليه كلام سيدنا ابن تيمية في التوحيد يقول لك ايه ده؟ ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ هاتوه ده واخد بقى، ويمكن يعمل له تعزير، عقوبة تعزيرية، ويمكن سيدنا عمر يديله بالدرة. واخد بالك؟ قول له ايه اللي أنت بتعمله ده؟ ما حصلتش الحاجات دي. اللي يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويستقبل القبله ويحرم الحرام ويزكي ويصوم رمضان، خلاص حلو قوي، عايز منه ايه تاني؟ من خلال تقسيمه التوحيد دي كفروا المسلمين. فاهم؟ عشان كده شوف يقول لك ايه، ان الاستدلال شرط كمال لا شرط صحه، لأنه قد صح لعامة المؤمنين هذا الحق المذكور من الحديث بمجرد الإيمان، ومعلوم أن عامة المؤمنين لم يكن إيمانهم بالنظر والاستدلال، وإنما كان بالتسليم والاستسلام، كما قال عمر رضي الله عنه ديننا هذا دين العجائز، أي في العجز والاستسلام،
فإذا حصل لهم الإيمان فقد حصل لهم ما وعدوا عليه، والعلم بعد ذلك بالدليل على المعبود أو بالعلم بالموعود على العمل لا ينقص مما قد يحصل من أحد المطلوبين شيئا، إيمان أو عمل، بل ذلك زيادة فضيلة وترقي. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيوة قول يا سيدي. أيوة. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم العبادة على الشرك أو على الإيمان يعني. لا، أصل العطف هنا مطلق عطف، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني الاثنين في وقت واحد. العطف هنا يقتضي بس إيه؟ مطلق المقارنة مش الترتيب، إنك تعبد الأول وبعدين لا تشرك بالله، ما قالش كده. يعني الاثنين قائمين في كل، لأن عدم الشرك ده في القلب والعبادة دي بفعل الجوارح. يعني أن تعبد حال كونك لا تشرك بالله شيء، فهمت؟ هذه الحكاية، والله تعالى أعلى وأعلم.